عليكم، كي دايرين؟ كي بقيتو؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. ان شاء الله نفصل معاكم هذا كسوه، ولا كل واحد كيسميها، كاين اللي كيسميها كسوه، كاين اللي كيسميها تونيكا، كاين كل واحد. المهم هذه كسيوه خفيفه بالصيفات نسطوق هكا الخروج اليومي اللي بغا يتسخر بها، ولا وتا في الخياطه ديالها سهله. وفي الفصاله انا هنايا نفصلها في العرض باش تجيني شويه ايفازي، غتكون من الامام فيها صديفه نص الطوق. عبرت هنا في الايفازي 42، والكمام خليت لهم 60 سنتيم ديال الطول. وغادي نحيد الكمام دابا، هذا الطرف ديال الكمام، غنجيب هذا الطرف هذا اللي بقى لي هنايا، وغادي نطويه على 4 كما طويه هنا على 4 ها هو. دابا نحط العبارات ديالي. هذا ثوب نازل زويون للصيف، فيه في العبار ديال الثوب فيه 2 متر و30، عندي في الكتاف 21، ونزيد سنتيم ديال الخياطة، نهبط 2 سنتيم كما قلنا الثوب ديال الصيف ملي كيكون رقيق كنهبط فيه 2 سنتيم، نهبط هنايا 22، ونخرج هنا قبالتها 22، نجيب المثلث ندير خط، الدورة ديال العنق هنا ندور 7 سنتيم، نحيد 7، والدورة وهاد ديال الخلف ندير فيها 2 سنتيم نهبط فيها، نجيب المثلث نسال هاد النقطة مع هاد النقطة مع النقطة ديال الرقابة. عندي في الصدر عندي فيه 28، نزيد سنتيم ديال الخياطة، أنا بط من هنايا 14، نسيل هذا الخط بعدا، نهبط من هنا 14 للبطن، ومن البطن للحوض 14، عندي في البطن عندي 27، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. الحوض عندي فيها 33 سنتيم ديال الخياطة، نجيب البيستولي نحطها هنايا مع هاد النقطة ديال البط، ونصير بخط نولي نقلبها لعندي ونحطها هنايا من النقطة ديال الحوض من النقطة ديال البط، كما شفتو نضيف الطول 144، هيا فين جاتني، وغنزيد 2 سنتيم ديال لوغلي من التحت،
نصل هنا بهذا المسطره، نجيب المثلث ونصل هنا بخط، نطلع هنايا 3 سنتيم، هذا ديال الجيم، هاهي 3، نجيبها لهنا للمنتصف، تخرج بيا هنايا، نحيد من هنا 2 سنتيم، نخرج هنا 0. انا بطلع في الدوره ديال العنق 8، ونعلم هنا في المنتصف، نعلم بلاصه ديال الازرار باش ميجي نخيطها، نبقى عاقله على الوسط فين هو. نبطانا 31 سنتيم، يجوني شي 5 تصديفات، هنا نحيد سنتيم، عبرت التركيز شحال عندي فيه، عندي فيها 29. نجيب نقاد التوب هنا على 4، صافي هو مقاد. عندي الكمام فيهم 57 طول ديال الكمام، 57 هنا عندي 60 نيشان، 3 ديال السنتيم، ونخليها ديال الخياطة. نجي لهنايا نهبط 13، ندير المسطرة، نقسم هذه المسافة هذه على 2، وهذه على 2، وهذه على 2، نخرج من هنا سنتيم، وندخل من هنا سنتيم، ونجيب هذا الخط هذا، كما شفتوا معايا الا كيبان لكم. هنا في المنش غادي نخلي 15، فالدراع عندي 21، نزيد سنتيم ديال الخياطة، غنهبط من هنا 1.6 سنتيم من هاد البلاصة هادي لهنايا، وكناخذ الدورة ديال الدراع، غندير 22، هذا هو الكم ديالي. نعلم هذا المنتصف ديالو باش ملي كنجي نخيطو كنبقى عاقله. دابا غادي نفصل داك السجفه ديال الامام، حيت ما غندير لا كل اوفيسي لا كل
شوميس غنديرو غير عادي داير عادي، وغندير له داك الزجفه باش كتفيني لي الكل من الداخل. كنشد هذا الامام كنقاد الكتاف، نحط هاد البلاصه هادي، نجيب هاد نديرو في النص هكا نيشان، ندور مع هاد العنق، ندخل هنايا شي 7 ديال السنتيم صافي، ونحيد نهبط هنايا 10 سنتيم ولا على حسب، الا كتكون غير من الداخل، الا بغيتي تكبروها تكبروها شحال ما بغيتي ديري فيها ديري فيها، المهم ماكسيموم ديروا فيها 10. هنا 7 كندخلو كدوري معاها، وهنا غادي نحلها على حسب، من الامام غيكون عندي محلول في الصديفات، غادي ندير الجويبات ندير لها الجيه في الخياطه في الجن، نجيب هاد التوب هذا اللي شاطلي هنا فيه 30، هنا ندير في العرض ديالو 20 ولا 21 صافي، ندير هكا مستطيل، ومن بعد كنجيبو هكا هذا هو الجيب ديالي.